باش تصمم الدن. حنا في هاد القهوه هادي اللي كاينه في اوزو، في الشلالات ديال اوزو، هانتوما تاكلينها توصلنا هاد الشيء كاش. شوفوا على شو، شوفوا على ضحكه هانتوما. هانتوما شوفوا، هانتوما بلاتي شوفوا، شوفوا الدود، شوفوا الدود صغير كينغل، ما كتلوش اللحم ما حتى شي حاجه. هانتوما شنو خص هاد الشيء؟ هادي الجيفه واخا هادي ما تتوصلش، هادي ماشي واعد ولا هانتوما. هانتوما في القهوه فين كاينين؟ هانتوما شوفوا هاد الشواهد، هذاك الطرف ديال اللحم اللي عامر بالدود كما كتشوفوا مازال ها هو. حنا دابا هنا جينا للدار الملكي ديال شلالة أوزو، الحكاية لازم إن شاء الله، لأن هاد الشيء خاص يكون عبرة للآخرين اللي الناس مساكن كتجي كضرب طوالة باش تمتع كتكرفص الحلاكة، يضحكوا عليهم على بالجيفة، يعلم الله واش الدبي حاسي رياه ولا شنو هاد الشيء. ولا الجيفة الشوكة، صافي الشوكة. حنا هادشي بين ماشي بين حرام عليه الرزق، ولكن خاصو يكون عبرة للآخرين باش الناس مساكن اللي كيتكرفصوا الحلاكة، اللي كيجيو تا يجيبوا وليداتهم. أنا دابا مرتي وولدي كلاو هاد الجيفة، منبغيش ياكلوها وليداتكم وعيالاتكم.